وللمزيد حول الحركة عبر معبر رفح وتوافد طائرات مساعدات الإغاثة الدولية عبر مطار العريش الدولي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العريش كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، يعني أهلا بك أولا، تطلعنا على الجديد لديك. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل ما زال مطار العريش الدولي يستقبل الطائرات المحملة بالمساعدات الإغاثية للأشقاء في فلسطين، وقد وصل اليوم إلى مطار العريش طائرتين من السعودية وطائرة أخرى من قطر. بهذا العدد وصل عدد الطائرات الآن أكثر من 304 طائرات. بالفعل وصلوا إلى مطار العريش الدولي محملين بعدد مختلف من المواد الغذائية، المستلزمات الطبية، من سيارات الإسعاف، من المستشفيات الميدانية. بالإضافة لذلك أيضا السيارات والشاحنات الإغاثية التي تصل إلى بوابة معبر رفح المصرية ما زالت مستمرة لتصل إلى البوابة المصرية وتعبر إلى الناحية الأخرى. بمفترض أن تصل هذه الشاحنات ما بين 180 إلى 200 شاحنة يوميا لتدخل عبر معبر العوجة ومعبر كرم أبو سالم، ثم بعد ذلك تعود إلى معبر رفح الفلسطيني لتدخل إلى الأشقاء في فلسطين. بالإضافة لذلك أيضا المساعدات وصلت عن طريق البحر وميناء العريش الذي استقبل عدد من السفن خلال الفترة الماضية. نتحدث عن خمس سفن حتى الآن وصلوا إلى ميناء العريش، منهم سفينتين بالفعل هم عبارة عن مستشفى عائم ثابت في ميناء العريش من إيطاليا ومن فرنسا، بالإضافة لسفينتين من تركيا محملين بمساعدات غذائية ومستشفى ميداني ذهبوا إلى قطاع غزة. واليوم أيضا وصلت سفينة من الإمارات محملة بأكثر من 4000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد الإغاثية بشكل عام لأشقاء في فلسطين. وبذلك تستمر المساعدات المختلفة والتسهيلات اللوجستية المصرية لوصول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين من الجو والبر والبحر. كريم، ماذا عن دخول المصابين من الجانب الفلسطيني إلى مصر؟ ما زالت بالطبع مصر تستقبل المصابين من الأشقاء في فلسطين. نتحدث حتى الآن عن أكثر من 600 مصاب دخلوا بالفعل إلى الأراضي المصرية. نتحدث عن وصول أحد الأطفال الذي ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتلقى العلاج في مصر، وهو الطفل لؤي الذي وصل بالأمس الجمعة ثم دخل إلى الأراضي المصرية اليوم وتم تحويله إلى المستشفيات المصرية بعد أن استشهدت كامل أسرته في الأراضي الفلسطينية بعد قصف عشوائي بالطبع من قوات الاحتلال، وذهب وجاء هنا هو وبعض أقاربه. لكن بطبع هذه المناشدة المختلفة من الطفل لؤي يعني ضمن مناشدات يعني غيرها ضمن مناشدات كثيرة يعني جاءت إلى مصر وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالفعل دخلت إلى الأراضي المصرية. وبالطبع أعداد المصابين والأشقاء ما زالت في استمرار، وسيارات الإسعاف ما زالت يوميا تدخل إلى المنطقة الفاصلة بين المعبر المصري والمعبر الفلسطيني لتلقي يعني لأخذ المصابين الأشقاء ليتلقوا العلاج هنا في الأراضي المصرية. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش.